جامعة بنها بتنظم أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، واللي ما يعرفش إيه هو الهاكاثون، الهاكاثون ده عبارة عن تجمع طلابي كده أو تجمع عامة بيبقى للمهتمين بالذكاء الاصطناعي، الهدف منه دعم التحول لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، كمان تحفيز الشباب من المبرمجين لتقديم أفكارهم ومشاريعهم البرمجية اللي بتساهم في تحسين مستوى المدن. خلونا بقى نتعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها. صباح الخير، منورنا في صباح الخير يا مصر يا فندم. صباح الخير استاذة بسنت. اهلا بحضرتك استاذ محمد. صباح النور يا فندم. يعني في البداية حابين نوضح للمشاهدين اكتر يعني عن ايه هو الهاكاثون وليه تم اختيار موضوع المدن الذكية في الهاكاثون. طيب في الحقيقة احنا كلنا لا يخفى على احد في العالم كله ان مصر بتتحول بسرعة كبيرة جدا وفائقة جدا نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وطبعا دي كلها بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا يعني في الحقيقه العاصمه الاداريه كلنا والعالم كله بيعتبرها اول نموذج رائد للمدن الذكيه في افريقيا. والموضوع كله بيشجع على ان احنا زي ما سعادتك قلتي على ان الطلبه هم اللي بيقدموا المشاريع بتاعتهم، وبيبقى في تجمع للطلاب بيتناوبوا الافكار، وده اساسا كنوع من انواع الار ان دي اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو البحث والتطوير. وده جزء رئيسي من رؤية مصر ورؤية وزارة التعليم العالي. احنا الحقيقة طبعا ايمانا منا بدور التعليم العالي والبحث العلمي دعم هذا التحول، ان جامعة بنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من شركة امازون ويب سيرفيسز وبرعاية كريمة من معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار اطلقنا اول هاكاثون مصري على مستوى الدولة متخصص في موضوع المدن الذكيه زي ما حضرتك قلت. طيب احنا عندنا يعني حوالي 10 مجالات 10 مسارات الطلبه بيشتغلوا عليها. ال10 مسارات هم عباره عن المدن الذكيه والمرافق الذكيه والحدائق الذكيه والنقل والمرور الذكي والمستشفيات الذكيه والمدارس الذكيه والجامعات الذكيه والتدوير للمخلفات بطريقه ذكيه والمراقبة الذكية والطاقة الذكية والإدارة الذكية. طيب في 10 قطاعات مختلفة يا دكتور، عايزين نعرف طبيعة النقاشات اللي بتكون بين الطلبة بتكون عاملة إزاي؟ هل بيكون في ندوات؟ هل بيكون في ورش عمل؟ في الحقيقة إحنا بدأنا انطلاق هذا الحدث من نهاية شهر يناير. وبدأنا نتقبل مشروعات الطلاب من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية. يعني أنا أؤكد أن جامعة بنها جامعة حكومية وقامت بهذا الحدث. إحنا وجدنا يا أستاذ محمد وجدنا إقبال كبير جدا من الجامعات المصرية على المشاركة. مش عاوز أقول لحضرتك أن إحنا قفلنا باب التقدم للمشروعات في 8 مارس، وجدنا أن إحنا عندنا 478 فريق مقدم 478 مشروع عظيم يمثلوا 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية، وده بيؤكد على أهمية هذا الحدث. إحنا في يوم 9 مارس عملنا نوع من الفلتريشن الفلترة للمشروعات كتيرة جدا. إحنا بصراحة ما كناش متوقعين الكم الهائل ده. إحنا قلنا هيجي لنا مثلا 100 120 150 ماكسيموم، فعملنا فلترة عن طريق الأساتذة الأكاديميين اللي بالجامعة وبالتعاون مع خبراء الصناعة اللي هم مهتمين بهذا المجال. تم تقديم تدريب عملي للطلبة عشان نأهلها عن طريق شركة أمازون ويب سيرفيسز والجامعة، وتم ده لمدة 3 أيام. إحنا بقى النهاردة هو الحدث اللي هو بدأ الفعاليات. هيقعدوا الطلبة عندنا موجودين في مبنى الفندق اللي موجود بالمدن الجامعية الفرق كلها لمدة 24 حتى 26 مارس إن شاء الله. عاوز أوضح لحضرتك إن الإقبال الشديد ده والعدد ده طبعا ألقى علينا عبء ثقيل إن لازم الحدث يطلع بالقيمة اللي هي موجودة دي. وصل عدد الفرق بعد يوم 9 مارس إلى 40 فريق من 478، تم فلترة وتر اختيار 40 فريق ب
بيمثلوا بقى كام؟ بيمثلوا 25 جامعه مصريه، ودول النهارده وبكره وبعده هيتنافسوا على الفوز. طبعا برضه زي ما سعادتك قلت يا استاذه بسنت، ان الهاكاثون ده ببساطه عشان الساده المشاهدين هو عباره عن ماراثون بتتسابق فيه طلاب الجامعات على ايجاد حلول مبتكره. طبعا انا مش عاوز اقول ايه هي ال 40 فريق وموضوعاتهم، لانها كلها حاجات المفروض انها تبقى حاجات سريه لغايه لما يتم التحكيم لل 40 فريق والبصرات المختلفه. والاهم في هذا الموضوع كمان يا استاذ محمد ان احنا ما قدمناش الفرق دي والمشروعات دي من خلال بعد اكاديمي فقط، لا ده احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نربط الجامعه بالصناعه، ودي واحده من الرؤيه والرساله الخاصه بوزاره. عظيم العالم. يعني نقدر نقول يا فندم من 478 فريق انه يتم اختيار في النهايه 40 فريق المشروعات اللي تم اختيارنا اوريدي تم فلتره ال 40 كمان. ال 40 بقى ال 40 هيتم تحكيمهم ومقابلتهم بواسطه لجان التحكيم. عظيم. لكن المشروعات اللي قدموها يا فندم، المشروعات دي اللي بتحتاجها الدوله في هذا التوقيت. طبعا طبعا، انا مش عاوز انا يعني انا ممكن اقول لحضرتك يعني بعض التايتلز بتاعت المشروعات في المدن الخضراء والذكيه. ده مشروع مش عاوز اقول برضه جامعه ايه اللي مقدماه. برضه عندنا مشروع عن مكافحه الحرائق بدون طيار. عظيم. عندنا مشروع عن السياحه الذكيه، عندنا مشروع عن انترنت الاشياء، عندنا مشروع على المراقبه في اماكن العمل والخدمات باستخدام النظام الالي، عندنا مشروع عن المباني الذكيه، عندنا مشروع عن الشبكه الذكيه والعدادات الذكيه، عندنا مشروع عن اداره الطاقه المنزليه الذكيه، عندنا مشروع عن توليد الطاقه من الاشعه الكونيه، عندنا مشروع عن التحكم المركزي في الكلاود سيستم علشان تركيب اليات الماء والمركبات. عظيم. عندنا مشروع برضو عن الصحه اللي هو مراقبه العلامات الحيويه للمريض، لان احنا برضو عندنا من ضمن الحاجات اللي هي المستشفيات الذكيه. عندنا مشروع عن الفيرتشوال رياليتي او التعزيز الافتراضي في الجامعات المصريه، ودي برضو احدى الجامعات مقدمه هذا المشروع. عندنا مشروع عن الجراشات الذكيه، وعندنا مشروع كمان حتى وصل بيهم الموضوع انهم داخلين في الري الذكي. طيب يا فندم، احنا يعني من المشاريع اللي حضرتك قلتها دي مشاريع في الحقيقه مهمه جدا جدا، وبتعبر قد ايه الطلبه دول عندهم وعي باللي بيحصل، وكمان ان هم يبقوا مهتمين بالذكاء الاصطناعي كمان، دي حاجه مهمه جدا وبيحتاجها العالم كله مش بس مصر. مهم قوي اعرف من حضرتك، هل هيتم تدريبهم من خلال خبراء شركات عالميه؟ حضرتك كنت ذكرت ان في شركه متعدده الجنسيات شاركت معاكوا في هذا الهاكاثون، فهل هيبقى في خبراء بيدربوهم خلال فتره من بدايه لنهايه الهاكاثون؟ احنا اوريدي خلاص، احنا عن طريق اونلاين اتعمل لهم استمارات تقييم واتعمل لهم ندوات وورش عمل، واستضفنا الفرق خلال الثلاث ايام دولت. النهارده بقى بدانا، بقى النهارده يوم 24/3 ده بدانا خلاص، وفي فرق العمل موجوده كلها خلاص الحمد لله، تم استقبالهم وموجودين في المبنى الفندقي بالمدن الجامعيه، وفي جزء اونلاين وفي جزء فيس تو فيس من خلال ورش العمل، وجزء على التقييم، جزء على المشروع اللي متقدمين بالطلبه هيتم المناقشه بتاعتهم مناقشه كده فيس تو فيس. طبعا بعد كل ده بقى انا عاوز اقول نقطه كمان مهمه جدا، ان معالي الوزير ووزاره التعليم العالي هتتبنى الافكار دي كلها وتحاول ان شاء الله يتم تطبيقها في الجامعات الاهليه اللي تم استصدار قرار من فخامه الرئيس لها، زي جامعه العالمين وجامعه الجلاله وجامعه الملك سلمان وهكذا، ومع كمان الاحتفاظ بحقوق الملكيه الفكريه للطلبه اللي هم قدموا هذه المشروعات. عاوز اقول لسعادتك كمان ان احنا في جامعه بنها ان القائم على هذا الحدث كله عباره عن طلبه من الجامعه، بالاضافه الى شباب الباحثين الموجودين في الكليات المتخصصه زي الهندسه. احنا اكيد نحب نشوف نموذج زي ده متعمم اكتر على جامعات كتيره في مصر مش بس الاهليه كمان الحكوميه. كل الشكر ليك الدكتور جمال سوسه رئيس جامعه بنها، وبنتمنى كل التوفيق لكل الطلبه.